ذكر أبو عمر بن عبد البر أن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كان جالسا في درسه، قال: فجاء إليه رجل وسأله عن مسألة شرعية، فقال القاسم: لا أدري هذه المسألة، لا أدري عن جوابها. فقال الرجل: إني قد دخلت البلد ولا أعرف إلا أنت. قال: والله لا أدري، اسأل غيري. فقال له: فماذا أقول للذين أرسلوني، الذين بعثوني بهذه المسألة؟ قال: قل لهم يقول القاسم لا أدري. فقام الرجل ذاهبا، فقال رجل كبير من قريش، رجل كبير في السن، قال للقاسم بن محمد: إلزمها، يعني إلزم كلمة لا أدري دائما، فإنها شجاعة، إلزمها. فوالله ما رأيتك في مجلس أنبل منك اليوم. فقال القاسم: والله لئن يقطع لساني أحب إلي من أن أتكلم بما لا أعلم.